مرحبا. واضح، انا عباس رمضان، رئيس مجلس اداره شركه رمان تريدنج جروب SRL ورئيس جمعيه كلنا حدك. الجمعيه بلشت بمبادره فرديه، حدا كان عائله مضطره على مواد غذائيه، اشترينا لهم اياهم حطينا لهم هن. بعدين صارت الطلبات اكثر، بلشت الجمعيه اول ما بلشنا باللوك داون بكورونا، وبلشنا من الموظفين اللي موجودين معنا بالشركه، لانه الجمعيه هي جمعيه اول شيء تمويلها خاص من اداره شركه RTG، والموظفين هن ذاتهم المتطوعين او الموظفين بالجمعيه. وبلشنا ستيب باي ستيب لوصلنا لمحل ملتزم بحصص معينه مع عائلات معينين، مع ضيعة معينين، مع بلديات، مع مخاتير، مع جمعيات او دار للمسنين. وبعدنا الحمد لله مكفين من سنتين لهلا. انا اخترت تكون متطوعه بجمعيه كلنا حدك لان امنت بهالجمعيه بكل الظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها، بقيت واقفه حد العالم وعم بتساعدها وعم تدعمها، لانه كلنا بنحب لبنان وعنا امل فيه. انا متطوع بكلنا حدك. أنا اخترت تكون متطوعة بجمعية كلنا حدك لنوقف حد كل إنسان بيستاهل. جمعية كلنا حدك بتقدم يومياً من 300 ل 400 وجبة سخنة للعيال المحتاجة. بالإضافة لذلك بتقوم بنشاطات بدار المسنين، سواء بتقديم الحصص الغذائية أو بمشاركتهم الغداء. طبعاً الصليب الأحمر والدفاع المدني لهم حصتهم من كلنا حدك، فدايماً بيكون في لهم تحية شكر وتقدير من هالجمعية. بالرغم من الظروف الاقتصادية الكتير صعبة، جمعية كلنا حدك ما وقفت ولا نهار تساعد العالم. ساعدت بالحصص الغذائية، بالأدوية، بالمساعدات المرضية وبالقرطاسية لتلاميذ المدارس. وعلى كريسمس أكيد ما نسينا الأطفال، طلعنا على منطقة البقاع وجلنا بكذا ضيعة ووزعنا 1000 هدية. صح احنا بزنس مانية وصح احنا عنا شغل، بس أرى يمكن شغلنا وحياتنا بياخدونا عن حياة الإنسانية. فأنا قررت أنه رغم كل شغلي ورغم كل أموري، أنا أفوت بهذه الجمعية مع الحاج وكون متطوع معاهم لخدمة الناس، لخدمة الشعب. لأنه صراحة اللي لمسته بهالموضوع، ما في شيء أكبر من هالنجاح أنه توصل شيء لحدا محتاجه وتحس بهالسعادة اللي هي أسعد طلعت من كل شيء احنا محققينه بشغلنا. وأنا بشكر الحاج عباس أنه مثل لفت انتباهنا على الموضوع، وبدعي له الله يقويك كل يوم بعد يوم بصراحة، لأنه هذه مبادرة فردية منه وشغل كتير كبير إنه واحد يعملها مبادرة فردية، مش بحاجة لعون العالم أو شيء مثل الجمعيات البيئية أو شغلات من النوع. ونحن معه للآخر ومكملين معه لما بده يوصل.